كعبة الطفوف من تضحياتك هذه يا حسين من تلبياتك كعبة الطفوف من تضحياتك هذه يا حسين من تلبياتك تقصدك حجي في عرفاتك تطلب الأجر من بركاتك كعبة الطفوف من تضحياتك هذه يا حسين من تلبياتك تقصدك حجيج في عرفاتك تطلب الأجر من بركاته في طفوفك جيت تسعى بالأهل يا حسين تخلع انت حرام وتلبس للكفن يا حسين في طفوفك جيت تسعى بالأهل يا حسين تخلع انت حرام وتلبس للكفن يا حسين زينب بعجل جت بجزعها حالة الأخو لما سمعها منه هالولا تشكي وجعها تنظر جديد حال صداعها زينب بعجل جت مجزعها شحالة الأخو لما سمعها منه هالولا تشكي وجعها تنظر جديد على صداعها تنظر جديد كعبة الطفوف من تضحياتك هذه يا حسين من تلبياتك تقصدك حجيج في عرفاتك تطلب الأجر من بركاتك كعبة الطفوف من تضحياتك هذه يا حسين من تلبياتك تقصدك حجي في عرفاتك وتطلب الأجر من بركاتك تطلب الأجر في طفوفك جيت تسعى بالأهل يا حسين تخلع انت حرام وتلبس للكفن يا حسين في طفوفك جيت تسعى بالأهل يا حسين تخلع انت حرام وتلبس للكفن يا حسين زينب بعجل جت بجزعها
حالة الأخو لما سمعها منه هالولد تشكي وجعها تنظر جديد حال صدعها نادريدي يا عقيلة لا تهيجي القلب للخدور لما انت طلعي شقد علي صعب نادريدي يا عقيلة لا تهيجي القلب للخدر لما انت طلعي شقد علي صعود ناديت حسين عاين الطابرة وجهه من خسيف وجهه من خسيف من قصف عمره ليلة ماضي تقدر تنظره سمع لا تطوف تحتار بمره ناديت حسين عاين الطابره وجهه من خسيف من قصف عمره ليلة ما أظن تقدر تنظره سمع لا تطوف تحتار بامره خليل انت وطوافك تضحية يا حسين قدمت أول ضحية أكبرك يا حسين خليل انت وطوافك تضحية يا حسين قدمت أول ضحية أكبرك يا حسين زينب بعجل جت بجزاعها شحالة الأخو لما سمعها منه هالولد تشكي وجعها تنظر جذيل على صدعها تنظر جذيل مين ادري يا عقيلة لا تهيجي القلب للخدر لما انت طلعي شقد علي صعب نادري ردي يا عقيلة لا تهيجي القلب للخدر لما انت طلعي شقد علي صعب اشوف اولي القربان وإمتى تصدق التأوي ويضحي قانع وراضي قضائي باري والتنزي صعب لكن يا ابو الأكبر تشيل ودأم من نيس تعاين جثة متقطعة يا خويا انفصل تفصيل ايوا عليا وهذي حكمة وندري اخصك فيها بالتفضيل تكون انت خليل الله وعلي للمذبح اسماعي في اشوف اول القربة وانت تصدق التأوي ويضحي قانع وراضي
قضاء الباري والتنزيل.